ده الحاج سامي. الحاج سامي. طيب الحاج سامي معانا على الهوا، هنشغل السبيكر و يا حاج سامي، ازيك يا حاج سامي؟ سلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك إيه؟ معلش، أولاً تحياتي لحضرتك وتحياتي للناس المحترمة اللي مع جمهور الزمالك كله، وأنا سعيد بالفوز وآسف على اقتحام البث. أنا طبعاً بمر بفترة صحية عصيبة، ولكن استفزني شخص اللي المستشار مرتضى منصور قال عليه ده عبيط أول ما جابه صورته، فحابب أرد على العبيط بعد إذن سيادتك يا أستاذ محمد. طب علي صوتك شويه يا حاج سامي. معلش انا اسف نظرا لحالته الصحيه. اولا تحياتي لجمهور الزمالك العظيم، الف مبروك الفوز، الف مبروك التربع على القمه غض عن الحاقدين. النهارده فريرة بصراحه يعني عمل مباراه يكفيني فخر ان الاهلاويه هنا عندي اتكلموا بيها، ولكن يعني الصوت مسموع يا استاذ محمد؟ انتوا سامعين صوت الحاج سامي كويس ولا الصوت فيه مشكلة يا رجالة؟ الصوت بتاع الحاج سامي كويس؟ على اليوتيوب يردوا عليا والفيسبوك بعد اذنكم. لو الصوت كويس قولوا لي. فأولا استاذ محمد يعني أنا لسه داخل دلوقتي حالا وشفت البث بتاعك مفتوح، قلت أستغل الفرصة دي وأدخل معاك عشان أشكر فيريرا، أشكر اللعيبة كلك بلا استثناء. ولو اني زعلان طنصو على فكره يا استاذ محمد لاعب ممتاز جدا من لمساته، ولكن مفيش فرصه ان يلعب فيها، مفيش وقت طويل يعني عشان نقدر نحكمه عليه، ولو ان انا متاكد ان هو لاعب فظيع. عاوز بس ارد على الاخ اللي اسمه حاتم بالاسم على مسؤوليتي انا يا استاذ محمد، لان انت عارف انا لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى. حاتم عمال يروج لجمهور الاهلي اللي معاه ان الاسماعيلي فوت الماتش. طب يا متخلف، والماتشات اللي بيتغلب فيها الاسماعيلي كان مفوتها لمين؟ هو انت بني ادم يعني بتاكل اكل يعني اكل زينا كده زي البشر، ولا انت بتاكل تبني ولا ايه يا حاتم؟ شوف انا بقولها لك من اسمه وقضيني، انت بني ادم ما بتفهمش ومستفز. هو مرتضى منصور ركب عليكم واحنا ركبنا عليكم بالجدول، هتضل البث زي الكلب بتاع قطر بتاعك زي علاء صادق، هتضلل الناس، انت مضلل. هتقعد تقول الاسماعيلي فوت، اصل ميدو فوت، اصل يعني ميدو قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم انا لسه ماسك النهارده يا اخوانا عاوزين نسيب بقى الماتش للزمالك. يا متخلف زي اللي بيعلموك التخلف، انت ايه يا اخي؟ ده الواحد مريض صحيا، انتوا مرضتوه اكثر ما احنا مرضى. عمال تقول للناس والاسماعيلي وبتتكلم يعني بإيحاءات جنسية حقيرة شبهك، تقول الإسماعيلي إدى مؤخرته، تقول على نادي كبير عظيم زي ده إدى مؤخرته للزمالك. طب وباقي الفرق التانية اللي غلبت الإسماعيلي كانت هي يا بني آدم يا اللي ما بتفهمش؟ أنا بس بقول لشوية الناس اللي عايمين وراك القطيع اللي بيسمعوك دي بني آدم تسمعوه إزاي؟ إذا كان الإسماعيلي ترتيبه الأخير في الدوري يا اللي ما بتفهمش، يعني هو جاب الزمالك خمس ست مرات. طب لما نفس المنطق الاسماعيلي فوت المباراه بقى للاهلي لما فزت عليه 1-0 في العافيه بالعافيه باخر دقايق. بنشكر مرتضى منصور على ادارته الناجحه، بنشكر امير مرتضى منصور اداره فعلا محترمه رغم الحرب الشرسه الضروس اللي هي مرست عليه، ولكن الحمد لله محدش قدر يوجع نادي الزمالك بفضل ربنا ثم بفضل مرتضى منصور اللي هم بيحاولوا بكثره وشتى الطرق اسقاط نادي الزمالك في صوره مرتضى منصور. تخيل يا استاذ محمد مرتضى منصور لو لا قدر الله مع العلم ان شاء الله افريقيا والدوري، افريقيا والدوري ان شاء الله تعالى ما وفقش في اي منهم الى ان الجماهير هتهتف باسم مرتضى منصور، لان الجماهير بتحبه. انتوا هتقدروا تغيروا حب ربنا يعني في قلوب الناس دي لمرتضى منصور؟ يعني في ناس طلعت تهاجم هو ممدوح عباس، اصل هو مرتضى بيرد عليه مش مرتضى. هو ممدوح عباس كان عمل لنا ايه في 10 سنين؟ بطولة كاس يتيمة وساب نادي مديون؟ احنا بنتكلم في ايه؟ انا بس حبيت ارد على يعني ارد على المضلل اللي عمال يضلل جماهير الاهلي والقطيع اللي ماشيين وراه. طب يا حاتم انا فيه يوتيوبرات اهلاويه مش هنقولهم بالاسم اتواصلوا معايا على الموبايل بين الشوطين،
قالوا لي الزمالك ممتاز، الزمالك يستحق ياخد الدوري عننا احنا كاهلي، بس دول بقى يوتيوبرات ايه؟ محترمه. لو طلعوا صوتهم على اليوتيوب واتكلموا وقالوا الكلام اللي قالوه لي في التليفون هيتشنوا عليهم حروف شرسة. هيبقوا هم تبع لجان مرتضى منصور ومرتضى شاريهم ومرتضى صدفع لهم. لكن انت فعلا يوم المستشار ما قال عليه انت عبيط، قسما بالله مرتضى منصور دي ليه رؤيه حتى في البني ادمين، مش في الاداره، في الاشخاص. يعني ده بصورتك كده قال لا ده الولد العبيط ده، انت فعلا عبيط، انت فعلا عبيط. وانا بقول لك انا الحد سامي بتاع برج العرب وبيهينك، وانت قاعد ايه يا اخي؟ انت فارش على مصطفى، قاعدنا على الارض وعمال تلمين الناس وتقول حدويت، بره على مرتضى. خليك في خيرتك يا عم، والحقير اللي عندك اللي اسمه نصر الاهلي يعمل لي حظر ويقول لي يا فارس العرب يا فارس الغبره انت تحت الميتين، يا ده انت تحت في الدوري يالا وتحت في الاداره، انت تحت في كل حاجه. ما تدفع فلوس كهرباء يا اخي، خلي عندكم دم، ولا انتوا عشان مش عاوزينه؟ ما ايام ما كان عليه 30 مليون كهرباء لو انتوا عاوزينه كنتوا دفعتوهم، انما انتوا بسم الله ما شاء الله. لو طالع وطالع المحامي المبدل يقول لك الزمالك خسر القضيه، اصل هو كان طالب 11 مليون. طب يا سيدي احنا خسرنا القضيه وادفع ال 2 مليون بس، اللي هم بالدولار دلوقتي هنشوف يعملوا كام. يا شفاط عفاقين يا مضللين. انا والله العظيم يا استاذ محمد ضغط اترفع، والنهارده جالي سكر برضه الحمد لله، ولكن انا عاوز اشكر جمهور الزمالك العظيم، وسامحوني الناس اللي ما بردش على التليفونات. اقسم لكم بالله انا دماغي من ورا نملت دلوقتي من خلال المكالمه دي، ولكن هذا الشخص اللي يعني المبتذل في كلامه وحقير في الفاظه ان يطلع يتكلم على نادي زي نادي الاسماعيلي بالاسلوب ده ويقول ان الاسماعيلي فوت الماتش. عاوز اقول لبقى الحكم الدولي ابراهيم نور الدين اللي ظلم الفيصلي الاردني في يوم من الايام قصاد التردي التونسي، تعالى اتعلم التحكيم من ابراهيم البنا. استاذ محمد انا قلت لحضرتك، انا تواصلت مع ناس من الامارات النهارده وقلت لهم الراجل ده اعظم حكم في مصر هو البنا، ولو تتذكر حكم مباراه القمه مرتين للاهلي والزمالك ما كانش ظالم ولا كان محايد على اي حد. ابراهيم البنا ده حكم فوق الممتاز، مش ممتاز ده مش عشان الزمالك فاز، لان يمكن قلتها لحضرتك بين الشوطين على الواتس وتواصلت مع ناس قبل الماتش وقلت لهم الراجل ده هيقدم مباراه محترمه. لكن تخيل لما حكم يصفر في الدقيقه الخامسه وكام ثانيه وثلاث لعيبه رايحين يجيبوا ثلاث نقط، ثلاث نقط، ابراهيم البنا قال لهم لا ابراهيم اسمه نور الدين ده اسمه ايه؟ ابراهيم نور الدين بتاع امبارح بتاع الاهلي. قال لهم لا 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 ممنوعين، انتوا عاوزين نتشد ولا ايه على الفلكه؟ بصراحه انا بشيد بالبنا النهارده بقول له انت محترم، كنت فوق الممتاز، حكم محترم، اديت كل واحد حقه بدون مجاملات، حكم فوق الاحترام. يا ريت والله العظيم لو التحكيم كله زي البنا ما تبقى فيه كره قدم في مصر محترمه ويبقى عندنا منتخب محترم. هو اللي بيدمر الكره المصريه ايه؟ هو على فكره مش اللعيبه، التحكيم الظالم هو اللي بيدمرنا، مش اللعيبه اللي بتدمرنا. طالما انت بتدرب الفريق على حساب فريق وبتظلم الفريق يبقى انت ان شاء الله تعالى مش هتخلي فيه منتخب مصر. انما انت لو بتدي كل فريق حقه زي النهارده كده، ما الفريق بتاع اسوان خد حقه قصاد المصري، هتبقى الكره المصريه في مصر محترمه. مين كان يتوقع ان اسوان تفوز النهارده على مصر؟ مفاجاه كبيره. عشان كان في عداله يا استاذ محمد، هي مش مفاجاه، عشان كان في عداله، كان في فار صح، كان في حكم ساعتها صح. لكن النهارده يعني امبارح انت نازلين يعني كمان زعلانين بتوع الاهلي على الحكم خالد الغنبور، ونازلين فيه سلخ ومش بيصرخوا في نور الدين اللي هو قال لهم لا خلاص ثلاث نقط تروح منكم، فراح منكم نقطتين، فانا هنكون متعاطف معاكم وهنصفق. تخيل بقى لو الاهلي ما كانش جاب دون التعادل والهجمه دي للاهلي، كنا اتمدينا بقى كمان سبعة ثمان دقايق، وقال لك الحكم ليه حريه امتداد الوقت عشان في كره طلعت كده وكره دخلت كده. انا اسف على الاطاله، بشكر جمهور الزمالك، الف مبروك التربع على القمه. النهارده شفنا فريق الزمالك تاني، حتى اوباما لما نزل يا استاذ محمد لمساته غير اوباما اللي شفناها في الفتره اللي فاتت فعلا، يعني انا شفت له ثلاث لمسات هو نزل متاخر، ولكن نتمنى ان اوباما يرجع تاني. نتمنى من المدير الفني المحترم اتاحه الفرصه لسامسونج، لان
سامسون دي لاعب كبير والله العظيم، والله لاعب كبير، بس عاوز فرصة ولو صوت كامل، حد ولو صوت كامل مش 10 15 دقيقة يا أستاذ محمد، وأسف للإطالة وأسف للاقتحام البث عليك. والله يا حاج سامي بص أنا سبتك مش عايز أرد عليك عشان تتكلم براحتك، وانا الناس بتقول لك خلي بالك من صحتك، يعني الناس يعني انت بقيت خلاص محبوب خلاص اكتر مني حاج سامي، وهنعمل لك قناه على اليوتيوب قريب ونتنافس مع بعض. انا بطمن الناس على الحاج سامي، الحاج سامي الحمد لله زي الفل، وهو بيتكلم من حمقته، وانا هرد لك بقى يا حاج سامي دلوقتي يعني بعد ما نقفل هرد لك على الرجاله الحلوين اللي مزعلينك. يعني اولا يا استاذ محمد والله لا نفاق ولا رياء لحضرتك، انت واحمد عكاشه واثنين تانيين من الزملكاويه انتوا ناس فعلا شرف وجهه مشرفه لنادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك اصلا وجهه مشرفه، الناس اللي هي بتبعت لي السلامات على اللايف دي كلها والله العظيم انا بشكركم جميعا جميعا جميعا. يعني في مصطفى المنادي راجل محترم، في مصطفى الغشيم ابراهيم المنادي قصدي، في محمد ابراهيم مطر من شمال سينا راجل محترم، في انا مش عاوز يعني لو قلت لهم يا استاذ محمد مش هقدر احصاهم، ولكن كل الناس اللي مع محمد مصطفى ناس محترمه. ليه هم محترمين؟ عشان مع انسان محترم مش بيطبل زي شويه الافاقين اللي بيطبلوا. الغرض بتقول غالي غلط، قسما بالله انا بيجيلي اتصالات يا جماعه ان محمد مصطفى دي لما فريق الزمالك بيبقى وحش بيغطح في الزمالك، لكن هو مطلوب محمد مصطفى نبقى وحشين يقول احنا حلوين، يبقى افاق ومنافق، يبقى افاق محمد مصطفى وما بيقولش الحاجه، لكن لما بيفوق اللعيبه بتاعتنا بكلمتين ثلاثه وشد عليهم. طب ما النهارده طالع يقول اقسم لكم بالله لو تشوفوا رساله محمد مصطفى ليا على الواتس بيقول دي مدرسه الفن والهندسه، دي فريق الزمالك. يعني النهارده محمد مصطفى انا حسيت بيه من رسالته بين الشوطين ليا واحساسه الجميل. استاذ محمد انت ما فيش زيك يوتيوبر محترم غير احمد عكاشه الاخ مايكل، الناس المحترمه اللي مرتضى منصور بيشوفكم، وطالما مرتضى منصور والاداره بتشوفكم اكيد جماهير الزمالك بتشوفكم وبتأيدكم. اما الناس اللي بتقول لكم انتوا بتطبلوا المرتضى منصور والاداره، يا عم ناس انتوا بتطبلوا، وانا هشتري لكم طبله، كل ما طبلتكم تتكسر هجيب لكم طبله. يا ريت صوره المستشاره اللي انت بتصور معاها ديت يا استاذ محمد اللي في الخلفيه، يا ريت بعد كده تبقى تجربها شويه او تعملها انش على الشاشه عشان تقهر المقهورين شويه، لان صوره مرتضى منصور دي ما تتخيلش عامله ايه فيهم ومحمد مصطفى بجواره. تحياتي لحضرتك يا اعظم زملكاوي، ويكفيك فخر ان الاستاذ عبد الشافي الصادق يشيد بك وباحترامك في جريده مؤسسه الاهرام العظيمه، فانت شهادتي فيك مجروحه يا استاذ محمد، ولو ان دي الحقيقه. واللي الناس ما تعرفوش ان انا ما اتقابلتش انا ومحمد مصطفى دي في الحقيقه على فكره يا جماعه، عشان ما تقولوش يمكن تقولوا لحد سامي بيطبل له او غيره، قسما بالله انا ما شفت الاستاذ محمد في الحقيقه ولا شفت، ولكن حب الله جمع بيننا نادي الزمالك خلاه يجمع بيننا المحبه والصدق، وانا في ظهرك يا محمد يا مصطفى لاخر العمر، وخلي بكر فيهم يقف في وشك. انا بقول دي كلمه مرتضى بقى، انا اللي بنقولها لك، لو فيهم بكر يقف في وش محمد مصطفى، وانا بعزي وجبلتي وكل ما املك تحت امر محمد مصطفى. تحياتي ليك ولجمهورك العظيم، واسف للاطاله يا استاذ محمد. تحياتي ليك يا حاج سامي، والف حمد لله على سلامتك، وان شاء الله كده دايما تنورنا كده وتكون معانا باستمرار كده، انت بتمتعنا والله بكلامك الجميل ده.